السلام عليكم كيفكم شباب رجعنا لكم فيديو جديد هذا الفيديو بنحكي عن هاتف الجالكسي اي 71 وراح نبدا بالتصميم راح يجي الهاتف بتصميم من البلاستيك بالكامل اما بالنسبه للامام راح يجي الهاتف مع التصميم الجديد للفئه المتوسطه لشركه سامسونج يعني راح يكون بحواف قليله ومع كاميرا بثقب بالشاشه اعلى منتصف الهاتف شبيهه بكاميرا النوت 10 والنوت 10 بلس اما بالنسبه للهاتف من الخلف راح يكون عندنا اربع كاميرات مع الفلاش موجودين اعلى يسار الهاتف موجودين داخل مستطيل ننتقل للشاشه راح تكون من نوع سوبر اموليد بحجم 6.7 بوصه وراح تكون بدقه الفل اتش دي بلس مع كثافه بكسلات 393 بكسل لكل انش وراح يكون عندنا طبقه حمايه للشاشه من نوع كورنن جوريلا الاصدار الثالث راح يجي الهاتف بابعاد 20 على 9 اما بالنسبه للكاميرات راح يكون عندنا الكاميرا الاولى بدقه 64 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8 اما الكاميرا الثانيه راح تكون بدقه 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2 وهي الزاويه الواسعه اما الكاميرا الثالثه راح تكون بدقه 5 ميجا بكسل بفتح عدسه 2.4 وهي عدسه ماكرو اما الكاميرا الرابعه والاخيره راح تكون بدقه 5 ميجا بكسل بفتح عدسه 2.2 وهي خاصه بالعزل اما بالنسبه للكاميرا الاماميه راح تكون بدقه 32 ميجا بكسل بفتح عدسه 2.2 ننتقل للاداء وهون راح نلاحظ تطور الاكبر بالهاتف راح يجي الهاتف مع معالج كوالكوم سناب دراجون 730 مبني على معماريه 8 نانو متر مع معالج رسومي ادرينو 618 اما بالنسبة للرام والساعة التخزينية راح يجي الهاتف برام 8 جيجا بايت مع سعة تخزينية 128 جيجا بايت ننتقل لاخر لأ شيء للبطارية لأ راح تكون بساعة 4500 ملي امبير وتدعم الشحن السريع بقوة 25 واط راح يجي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 10 مع واجهه سامسونج الاحدث 1 يو اي 2 راح يجي الهاتف بالوان الابيض واللون الاسود واللون الزهري واللون الازرق بالنسبه لسعر الهاتف بصراحه ما في شيء رسمي عندي عن سعر الهاتف هذا فيديو اليوم بتمنى انه يكون عجبكم بتمنى من المشترك انه يشترك ويفعل زر الجرس ليصلكم تنبيه في كل فيديوهاتنا الجديده واكيد ما ينسى انه يضغط على زر لايك ويشارك المقطع مع اصدقائه اشوفكم بالفيديو القادم وسلام